وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى لندن في مستهل جولة تضم 3 دول، ويشمل اجتماعه مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 10 من داونينج ستريت، ومحادثات حول تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وينسر. وسيتوجه بايدن إلى فيلينيوس عاصمة ليتوانيا، حيث سيجري محادثات مع قادة حلف شمال الأطلسي. مشاهدينا، نتابع هذا الجانب من مراسم استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن ولقائه بالملك تشارلز إذن الثالث في قلعة وينسر في بريطانيا. هذه طبعا الزيارة التي اتجه فيها بايدن إلى بريطانيا قبيل قمة الناتو التي ستناقش ملفات عدة وأبرزها الملف الأوكراني. إذن مشاهدينا، الآن معنا تنضم إلينا من لندن مراسلة المشهد براء العزاوي. براء، يعني كنا نتابع هذه الصور المباشرة لزيارة جو بايدن ومقابلته للرئيس أو لملك بريطانيا تشارلز الثالث. نود أن نفهم منك ما أجندة هذه الزيارة والمرتقب منها كذلك. إذن يبدو أن مراسلتنا لا تسمعني، سنعود إليها إذن للحديث أكثر عن تفاصيل هذه الزيارة، لقاء جو بايدن الرئيس الأمريكي والملك البريطاني تشارلز الثالث. إذن مشاهدينا، كما أشار البيت الأبيض لأنه هذه الزيارة تهدف إذن لتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين، بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إذن الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي الآن الملك تشارلز، وقبلها كان التقى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، حيث كان هذا اللقاء قبيل قمة الناتو التي ستعقد في العاصمة الليتوانية. أحاديث عدة تبادلها الاثنين، إلى جانب أهمية والتركيز على أهمية الدعم والتعزيزات العسكرية المقدمة لأوكرانيا. هذا كان مع رئيس الوزراء ريشي سوناك، بينما ناقش بايدن مع الملك تشارلز قضايا عدة تتعلق بالمناخ.